السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. درسنا اليوم وهو تقديم الأعداد من 11 إلى 20. على بركة الله نبدأ. إذن سنتعرف على الأعداد من 11 إلى 20 على العدد على الشريط العددي، وذلك بكتابة 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. نأخذ مثالا، مثال رقم 1. سوف نستخدم هذا الجدول والذي يحتوي على العدد والعدد الذي قبله مباشرة ثم العدد الذي بعده مباشرة. على بركة الله نبدأ. العدد 14، بالاستعانة بالشريط المدرج سوف نحدد العدد الذي قبله وهو العدد 13، والعدد الذي يأتي بعده مباشرة فهو العدد 15. نمر إلى العدد 18. إذن العدد الذي قبله هو العدد 17، والعدد الذي يأتي بعده مباشرة هو العدد 19. العدد 12، إذن العدد الذي يأتي قبله مباشرة هو العدد 11، ثم العدد الذي يأتي بعده مباشرة هو العدد 13. نمر الآن إلى المثال رقم 2. نمثل الأعداد التالية على الجدول التالي. إذن الجدول يضم الأعداد رقم الوحدات، عدد الوحدات، ورقم العشرات، وعدد العشرات. نبدأ بالعدد الأول وهو العدد 13. إذن رقم الوحدات هو 3، عدد الوحدات هو 13. إذن رقم وحداتي هو 3، وعدد الوحدات هو 13. رقم العشرات هو 1، وعدد العشرات هو 1. نمر الآن إلى العدد 15. إذن رقم الوحدات هو 5، عدد الوحدات 15، رقم العشرات 1، عدد العشرات 1. نفس الشيء. نمر إلى العدد 17. لدينا العدد 17، رقم وحداتي هو 7، عدد الوحدات هو 17، رقم العشرات 1، عدد العشرات هو 1. نأخذ المثال الأخير وهو العدد 20. 20، رقم وحداتي هو 0، عدد وحداتي هو العدد 20، ورقم العشرات هو 2، ثم عدد العشرات هو 2. إذن العدد 20، رقم وحداته 0، وعدد الوحدات هو 20، رقم العشرات هو 2، وعدد العشرات هو 2. إذن دائما عند تحديد رقم الوحدات ورقم العشرات نأخذ العدد، نأخذ العدد الذي على اليمين فهو يمثل عدد الوحدات، والعدد الذي على اليسار فهو رقم العشرات. وشكرا، في درس لاحق.